تام وكبير جدا ديال الفنانين خصوصا ديال الشعبي اللي كتدخل بهم كيكونوا بفترة. ما دوزناش قليلة خالية. الحمد لله. يا برحمة الله إن الله والإني راجعون. يعني بدو كينقرضوا الفنانات ديال العيطاو ديال التراث ديال البلاد ديالنا. ف واش غادي نقول لك؟ ما غادي الله يعطينا حسن الخاتمة. ولي انا كنت باش عندها نمشي باش عندها اخر مرة عليها من ذاك النهار لغد اللي مشات لوبيتال مينيتي في الرباط. كنت عندها مسكينة تأثرت وبكيت من شفت الحالة ديالها وهضرات معايا مسكينة وكتضحك معايا وهي كتقول لي يا خالد ما تبكيش، كتقول لي انا هادشي امر الله تعالى ولا بغاني الله نموت دابا نموت، هادشي كلشي ديال الله تعالى وهادشي كله غيغفر لي الله الذنوب. كانت تهضر بواحد الكلام طيب بزاف جميل رباني يهدي الله تعالى ومقتنع وكتطلب في الله هادو اللي وكلوني، كتقول لك انا سامحه ليهم بحال هكا بحال الاولى، كتقول لك انا سامحه ليهم وانا بغيتهم ما يتعذبوش هذا العذاب اللي تعذبته انا دابا اللي تعذبته ما بغيتش ما يتعذبوه. تما كفنانين والله الحمد لله كتشوف المصير وكيبقى في الحال ملي كتشوف الانسان كيموت وهو باقي صغير يعني تينامي باقا صغيره ايمان باقا صغيره مسكينه الله يرحمها مسكينه. هو الفنان خاصو توا يجمع راسو ملي يكون خدام توا في الميدان ديالو يكون معروف ومشهور وكيخدم خاصو يجمع راسو ما خاصوش يبقى حتى الاخر وبقى عادي ودي قلب، خاص الفنان توا يجمع راسو. الا جاتو شي ظروف مع عند الله جات شي ظروف ما عندش شي حاجه وقعت شي حاجه هذا هذا الدرس كتعلموه ليلى كفنانين احنا معلمين من والدينا. يعني الفنان خاصو ما يعولش على خدمه واحد على الفن بوحدو، خاصو يدير خاصو يكون خدام في بيع وشري يدير شي حاجه يدير شي كوميرس باش الفن يخليه غير خضره فوق العام ماشي الفن كاع يعول عليه 100% حيت اليوم راك جايب فلوس وغدا ما جيبهمش. الغياب انا ما شفت يعني رجع عجيت دابا ما عرفتش شكون جا وشكون ما جاش. ما لا ما جاوش الفنانات هما كنعذرهم، تسونامي براسها كانت كتعذرهم. هي في لو كلينيك السلام كتقول لك اللي ما جاش عندي انا مسامحاه ماشي مشكل. الفنانات هما عندهم ظروف اللي ما جاش راه ماشي مشكل، اللي ما جاش هو عنده ظروف وعنده بزاف الحوايج. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma